السلام عليكم. اليوم سوف نتعلم حرف الذال في برنامج الحروف العربية. هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ. حرف الذال هو الحرف التاسع في الحروف العربية المتكونة من 28 حرفا. هيا نرى معا كيفية كتابة حرف الذال. كيفية كتابة حرف الذال؟ نكتب حرف الذال بالطريقة التالية: خط منحني ثم خط مستقيم وفوقهما نقطة. خط منحني ثم خط مستقيم وفوقهما نقطة. أحسنت. هيا نحاول مرة ثانية: خط منحني ثم خط مستقيم وفوقهما نقطة. خط منحني ثم خط مستقيم وفوقهما نقطة. جيد. كلمات تبدأ بحرف الذال: ذا ذهب. ذا ذهب. ذو ذرة. ذو ذرة. ذي ذئب. ذي ذئب. كلمات في وسطها حرف الذال: باذنجان. باذنجان. جذع. جذع. أذن. أذن. كلمات تنتهي بحرف الذال: قنفذ. قنفذ. أستاذ. أستاذ. تلميذ. تلميذ. العب معنا الآن. أي كلمة تبدأ بحرف الذال؟ ذرة. أحسنت. أي كلمة في وسطها حرف الذال؟ باذنجان. جيد. أي كلمة تنتهي بحرف الذال؟ قنفذ. ممتاز. الآن سوف نراجع معا جميع الحروف من الألف إلى الياء. هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ. ألف أسد. ألف أسد. باء بطة. باء بطة. تاء تفاح. تاء تفاح. ثاء ثوم. ثاء ثوم. جيم جزر. جيم جزر. حاء حوت. حاء حوت. خاء خروف. خاء خروف.
دال دراجة. دال دراجة. ذال ذرة. ذال ذرة. راء ريشة. راء ريشة. زاي زرافة. زاي زرافة. سين سلحفات. سين سلحفات. شين شجرة. شين شجرة. صاد صاروخ. صاد صاروخ. ضاد ضفدع. ضاد ضفدع. طاء طماطم. طاء طماطم. ظاء ظرف. ظاء ظرف. عين عنب. عين عنب. غين غراب. غين غراب. فاء فأس. فاء فأس. قاف قلم. قاف قلم. كاف كتاب. كاف كتاب. لام ليمون. لام ليمون. ميم موز. ميم موز. نون نجمة. نون نجمة. هاء هرم. هاء هرم. واو وردة. واو وردة. ياء يد. ياء يد. لقد تعلمت الحروف العربية من الألف إلى الياء. للمزيد من الفيديوهات اضغط على الروابط التالية. اشترك معنا على قناة تعلم مع زكريا وتواصل معنا على المواقع الاجتماعية.